على أن العبد مهما بلغ من الإيمان فإنه عرضة إلى النصب التعب والهم والغم وإلى مصائب الدنيا قلت أو كثرت، ولا يجد العبد راحته إلا عندما يموت ويلقى ربه، مما يدل على أن العبد المؤمن مهما بلغ في مراتب الإيمان إلا أنه لا يخلو من مصيبة ولا من هم ولا من غم يعتري في حياته الدنيا، ولن يجد راحته إلا في الآخرة عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهذا كلام أهل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي ما في الدنيا من حزن ونصب وتعب، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أن العبد في الدنيا على أي حال كان لا يسلم من الأعراض التي تكون في الدنيا تصيب الناس. وأنت أما اليوم في حياة الناس، الفقير الغني كل واحد عنده هم يبتلى به، هذا عقيم غني وهذا فقير عنده 10 أولاد، تجد كأن الناس يتقاسمون هذه الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده، الرضا والتسليم بما يقدره الله ويقضي. فالعبد إذا علم أن الله حكيم يقدر عليه مصيبة، مصيبة فقد ولد مال أي من هذه مصائب وهموم الدنيا، فإذا علم العبد علم أن الله حكيم، وعلم الإنسان قاصر وعلم الله واسع، ما الذي يسع الإنسان؟ أن يرضى ويسلم. ولذلك أنت في حياتك الآن تأمل كم من مصيبة وهم أوقعه الله سبحانه وتعالى عليك، هم عظيم جاء وأنت ترى بعلمك القاصر أنه جزع مصيبة ولن يوجد فرج وهذا والله الشر بعينه، ثم بعد زمن بعد فترة يتبين لك أن الخير كل الخير أن الله قدر عليك هذا البلاء. كم من أمر تبذل له جهدك وطاقتك لتحصل عليه فيصرفه الله عنك لحكمة ورحمة بك فتصاب بالهم، يضيق صدرك ما تحملك الأرض، بعد زمن تحمد الله أنه ما حقق أمنيتك ولا أجابها لك، بل الخير كل الخير انصرفها الله عنك في حياتنا وفي ما نبتلى به من المصائب، هذا واقع نعيشه اليوم. فإذا الرضا هو الذي يجعل هذا الصدر منشرح، منشرح بكل أمر يقدره الله. تريد أن تصلي فيستحيل أن الله عز وجل يطلب منك أن تخشع وأنت لا تستطيع أن تخشع. من قال أنك لا تستطيع؟ قل لا أريد، نعم، لا تقل لا أستطيع، تستطيع.